عندي فقره نمبر 1 دي فقره مهمه ودي ننهي بيها حلقتنا. خلينا نبتديها معاك. افضل لاعب في الزمالك الموسم ده من وجهه نظرك؟ زيزو. زيزو تمام. افضل لاعب شاب في الزمالك ايضا؟ حسام عبد المجيد سيد نبار، اسامه يوسف، اسامه نبيل. لا ممكن اقول لك حسام عبد المجيد عشان بدا بشكل الناس هجمته في كان كاس الرابطه وطور مستواه، فانا شايف بقى عنصر اساسي، فانا شايف حسام عبد المجيد. طيب لاعب خسر كتير لما رحل عن الزمالك، طارق حامد بن شرقي، ابو جبل. لا ابو جبل اللي هي النقله برضه، مع احترامي اه البنك الاهلي نادي محترم وكل حاجه. شايف الـ 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 النقطه دي تحول ازاي؟ ده راجل جاي من نجم في كاس امم على يعني نادي الزمالك، لاعب اساسي وفي التفكير والدماغ واللي بيدرك الامور. خلي بالك المهم قوي اللعيب الوكيل اللي بيدلك امورك، اخوه الله اعلم، انا ما اعرفش، انا بقولك. لكن انا شايف ابو جبل وهو شخصيا كمان، يعني عايز اقول حاجه، لما كنا مسافر مع الزمالك في افريقيا ماتشات بعد الامم الافريقيه، ابو جبل في الفندق، ابو جبل كل الناس اتكلمت على ابو جبل بعد بطوله الامم. الله يكون في عونه، برده معنويات بتبقى، عارف انت ما تبقى كده مره واحده تعمل كده. بس في الاول والاخر هو اللي بيبقى مسؤول عن قراره. صحيح. انا وجهه نظري بقى شخصيه، وجوده في البنك الاهلي اللي هتبقى نقطه انطلاق جديده، يا نقطه هبوط هتبقى صعبه جدا على ابو جبل، لكن اكيد هو عنده اكيد طموح مختلف. طيب لاعب لم يحافظ على نجوميته بالزمالك، باسم مرسي، احمد شناوي، كهربا. اقول لك على حاجه، كهربا كميته تمشي في الزمالك كميته، فانا شايف اللي هو اللي خسر، كهربا خسر كتير مشوا من الزمالك. لاعب لم تتوقع رحيله عن الزمالك، جمال حمزه، رضا عبد العال، طارق السعيد. لا كابتن رضا عبد العال، انا فاكر كنت صغير انت، كنت فاكر كنت بروح النادي، فاكر الدنيا اتقلبت يوميها والله. والله اتقلبت. ماشي حبيبك بقى رضا. طيب مدرب كان يستحق فرصة أكبر في الزمالك، باتشيكو، جروس، كارتيرون. جروس. لاعب تتمنى انضمامه للزمالك، عبد الله سعيد، دونجا، ناصر منسي. عبد الله سعيد. أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك، ماكاي، كابرال، فيريرا. بص يعني في مدربين كتير جم الزمالك عملوا تاريخ، لكن أنا شايف يعني فيريرا أكيد طبعا. فيريرا. طيب افضل حارس في تاريخ نادي الزمالك، نادر السيد، عبد الواحد السيد، عادل المأمور. لا كابتن عادل المأمور. كابتن عادل المأمور. افضل لاعب في تاريخ الزمالك، حازم امام، حسن شحاته، شيكابالا. كابتن حسن شحاته. حسن شحاته حبيبي امير، حبيبي يا كابتن، والله بتنورني، ربنا يخليك. في الحقيقه